اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال البيزنس. زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على استخدام التكنولوجي في كاس العالم وازاي الفيفا كانت بتستعمل التكنولوجيا انها تحسن المنتج بتاعها وتكبر البراند بحيث انها تدخل فلوس اكتر من البرودكاستنج ومن السبونسرشيب، النهارده هنتكلم على تغيير قوانين الكوره اللي كانت الفيفا دايما بتسعى انها تغير القوانين دي عشان تقدر تحسن برضو المنتج بتاعها. تخيلوا ان لغايه 1970 ما كانش فيه ولا كارت اصفر ولا كارت احمر في كاس العالم. اول واقعه حصلت 1962 وكان استن كان هو حكم الماتش ده لما طلعت صحفيه ايطاليه عنيفه جدا على تشيلي وعلى سانتياغو عاصمه تشيلي ان هي بلد من غير بنيه تحتيه وما فيهاش تاكسيات وبلد فقيره وان الدول كلها اللي هتروح هناك مش هتستمتع بكاس العالم وانها دوله غير مؤهله انها تنظم كاس العالم. وطبعا الهجوم كان شرس جدا اللي خلى جمهور تشيلي وكل المواطنين بتوع تشيلي يبقوا متضايقين جدا جدا من الاكشن اللي حصل من الصحفيين الطالعين. وطبعا جت المباراه الشهيره بين تشيلي وايطاليا في سانتياغو، وطبعا الطلاينة يعني اذكياء او حاولوا يبقوا اذكياء، دخلوا بورد في المدرجات عشان يحاولوا يصالحوا جمهور تشيلي من اللي حصل من الصحفيين الطلاينة. انما طبعا جمهور تشيلي كان عدائي جدا لان هم كانوا بيتقطع فيهم والتقطيع كان قوي جدا جدا لفتره طويله. وفي الثانيه 39 حصل واقعه شرسه جدا او عنيفه جدا ان في واحد من لعيبه ايطاليا دخل بقوه في حد من لعيبه تشيلي والحكم ما كانش عارف يطرد اللعيب ده في الوقت ده، الانذار والطرد كان شفوي. فطبعا اللعيب ده لما اتطرد اللعيب عمل من بنها وكان رافض ان هو يطلع، والجيش تدخل ثلاث مرات عشان يطلع اللعيب ده اللي هو اسمه جورجيو فيراني عشان يطلعه من الملعب من الماتش. طبعا دي كانت اول واقعه وكانت واقعه صعبه جدا على كان. الواقعه الثانيه كانت سنه 1966 في ماتش انجلترا وارجنتين، كان ساعتها كان هو رئيس لجنه الحكام وفي الوقت ده الحكم طرد كابتن ارجنتين وطبعا برضه طرده بالبوق، فكابتن ارجنتين رفض الخروج من الملعب. وحتى كان في الوقت ده وهو رئيس لجنه الحكام نزل الملعب يتحايل عليه عشان يحاول يطلعه من الملعب. الاوحش بقى كمان ان الحكم اصلا بعد الماتش نسي هو ادى انذارات لمين وما اداش لمين فيوميها في 1966 الفكره جات له وهو مروح من الماتش العصيب جدا من حكم ناسي انذارات كابتن فرقه مش عايز يطلع لما اتطرد، وجات له الفكره وهو واقف اشاره المرور شاف الاشاره وشاف لونين من الاشاره وقرر ان اللون الاصفر واللون الاحمر يبقوا لون الانذار ولون الطرد. ومن ساعتها ابتدت الفيفا وابتدت الكوره تستخدم الكارت الاصفر والكارت الاحمر. ثالث واقعه كانت المباراه الشهيره جدا جدا سنه 1990 بين مصر وايرلندا اللي هي زهقت الناس كلها اللي بتتفرج. اللي حصل كان ان الجون لما كانت الكوره بترجع له كان بيمسك الكوره، فطبعا ماتش صعب. مصر عملت جيم كويس جدا وصد هولندا قدرت تتعادل اداء رائع. طبعا فرقه ايرلندا فرقه قويه جدا بدنيا قويه جدا تكتيكيا، فكان الحل الوحيد لكابتن جوهري الله يرحمه ان الفرقه تبقى بتلعب جيم مقفول، كره بتروح لكابتن شوبير بيديها للباك اللي قدامه هاني رمزي كابتن ربيع ياسين هشام يكن بيرجعوها له رايح جاي. طبعا تقريبا الوقت اللي اتلعب في الماتش في 90 دقيقه بتاعه الماتش ده لن يتعدوا 30 دقيقه، ومن بعديها الفيفا قرر ان هو يغير القاعده بتاعه ان الكوره لو رجعت للجون من لاعب من نفس فريقه يقدر يمسكها، وابتدت بعد كده الكوره تتطور في الحته بتاعه ال 18 دي. وقعه رابعه شهيره في ماتش مصر وبرازيل هو واحد من احلى الماتشات اللي منتخب مصر لعبها في تاريخه في كاس القارات في 2009 لما كنا متعادلين 3-3 مع البرازيل واحمد المحمدي شال الكوره من على خط الجون بايده. طبعا الحكم ما شافهاش لان احمد حطها او شالها بشكل ذكي جدا وحرك راسه مع ايده، انما الحكم شافها في الاعاده اللي في الاستاد، ومن ساعتها اتمنع اعاده اي لقطات في الشاشه اللي في الملعب لغايه اما بعد كده اتعمل الفي ار وابتدت الحكام يبقى عندها استخدام الفي ار عشان تقدر تحكم على الموضوع بشكل عادل اكتر. تعديله كمان حصلت ايام الكورونا، طبعا الاجواء كانت صعبه جدا في كورونا وان الكوره ترجع في كل حته من العالم كان تحدي لكل الكيانات الرياضيه كوره او غير كوره. فالوقت ده الفيفا قررت انها توسع التغييرات او تزود التغييرات من 3-5 عشان تقدر تدي فرصه للعيبه اكتر انها تخش جوه السكواد بتاع الماتش، وبالتالي لو في اي حد طلع بوزيتيف بسبب الكورونا يبقى عندهم مساحه اكتر ان هم الفرق تختار لعيبه تلعب معاها. ومن ساعتها التغييرات بقت 5 ولغايه دلوقتي لسه مكمله بنفس الشكل ده. بس البريمير ليج السنه اللي فاتت حاول يرجع التغييرات ل 3، فعلا رجعت ل 3 ورجعوها تاني 5 في السيزون ده.
عشان يبقى العالم كله مكمل بخمس تغييرات في كل ماتش. اخر تعديلات الفيفا السنه دي ان هم قرروا يحسبوا كل دقيقه وكل ثانيه بتضيع لما الوقت بيقف او لعيب يتغير او جون يقع، كل الكلام ده بقى بيتحسب وبقى بيتزود على الوقت في اخر الماتش. عشان كده ابتدينا نشوف حاجات ليها دعوه بتسع دقائق وعشر دقائق وسبع دقائق وقت ضايع، مع ان ما بنشوفش اصابه للعيب وقفت الماتش اكتر من خمس ست دقائق، انما الفيفا ابتدت تعمل كده عشان تزود بلاي تايم، عشان المشاهدين والناس اللي حاضره الماتش تستمتع اكتر بالماتش، وعشان البلاي تايم بتاعهم يزيد. ودي برضو فرصه للمعلنين وفرصه لكل سبونسرز ان هم يقدروا ويستفيدوا من الوقت الكامل بتاع الماتش.